جاو على مواد الناس مع 11 ديال الليل قريبوا لكم غدا قال لك جاو الاربعاء قال لك الجمعه غنجيو نريبو واش في 24 ساعه غتخرج حوايجك غتخوي درب عليك واش في 24 ساعه غتخيد ولادك من المدرسه واش في 24 ساعه غتحول ولادك للمدرسه اخرى ما كاين لا كرا لا مولاي بوي تاع حاجه في 24 ساعه قال لك خوي المعان نمشي تريب ليك اجي نعطيك فلوس الكرا عاده تقيد طلبنا منه مول علاش فلوس الكرا هاد الناس كيطالبوا تخرجوا من الدار خشيف دار هادشي اللي كيطلبوا هاد الناس هادو هاد الناس راه كرفسونا بزاف تكرفسوا علينا في 24 ساعه تيقول لك خوي المحل كي غدير لي نعطيه هو محل في 24 ساعه ونقولوا ليه خويه وقلب على الكرا وحول ولادك للمدرسة في 24 ساعة هادشي تيقول لك في 24 ساعة ملي تجمعنا ومشينا عنده كيقول لك أنا جاني قرار ما عندي ما ندير لكم 24 ساعة غنجي نريب مني منك زادنا واحد 3 أيام هاد 3 أيام اللي تزادت راه لقاها العيد أما كل ما العيد كون جاو داك النهار غيطيحوا ما كيعقلوش على المواطنين نهائيا ما عاقلينش على المواطن نهائيا مضيعينهم مشردين ولادهم شتوهم ما خلاهم ما داروا هاد الناس والله ياخذ الحق والله الا كاين اللي والله ياخذ الحق كاينين شي وحدين اللي كان دوي فريب والله راه كان في سميتهم استفاده مشات سميت واحد اخر كان كاري ب 500 درهم كاينه اه باش نقول لك اللي كاين واغلبيه ديالهم يبانوا لك غينعسوا انا مساكن في الطوابل وغيكريوا الوالي المرت ولادو فين يسكنوا هو مسكين غيبقى هنا حدا الحوايج ما كاينش حتى باش غادي يجيب هوندا يدي داك الحوايج هذه اول حاجه ما عندوش راه بيت بيت واش فهمتي كيتكرا ب 40 الف ريال اه بيت انا كان كيتكرا ب 400 درهم انت كتسمع ب 1200 1300 1400 3000 درهم هادشي اللي داروا لينا راه ماشي معقول ويعطيونا غير حل باش نحيدوا حوايجنا ونهار الاربعاء وما حيدنا العيد ما خلونا نعيدوا مع ولادنا ما خلونا نعوشروا ما حيدنا نزو حوايجنا ما حيدنا يجيو الشفاره كيديو البيبان ويديو الحوايج ويديو ما حيدنا لهم ما حيدنا للدوله ما حيدنا للمخزن المخزن راه ما دارش شي قانون اللي باش يتنفس الواحد النص ديال الحوايج دابا ما باقي هنا في الدار علاش يحيدوا لنا حوايجنا ويعاونونا يجيبوا لنا يحيدوا لنا حوايجنا ولا خلونا نحيدوا حوايجنا هما دابا حابسيننا ولادنا ما بقاوش كيقراو حبسوا لنا المدارس فين غادي يقراو مدرسه ما كايناش ريبونا وخلوا لنا النص ديال الحوايج ماشي الحوايج كاملين النص ديال الحوايج هما في الزنقه هما محطوطين جاو قالوا لنا خرجوا من الدار صافي خرجوا لا ما بغيتش تخرج غير ريب عليك وفعلا هما ريبوا على الحوايج هما الحوايج النص باقي هما ريبوا اللي قالوها كيديروها ولكن باش يطبقوا شي حاجه المصلحه ديال المسكين ما كايناش شي مصلحه ديال الدرويش كاينه مصلحه ديالهم هما